نروح لخبر هو خفيف شوية، يعني لايت. السكوتر بقى وسيلة للفتيات، للبنات، للهروب من التحرش والازدحام المروري. مش بس الزحمة، لا، من التحرش كمان، علشان يعني الفتيات لما بيقبلوا على ده بيبقوا ضامنين انهم يعني هيهربوا من الزحمة في شوارع مصر. قرروا كتير من البنات، قررت انها تستخدم السكوتر. زميلتنا هلا قنديل اللي قدمت لنا تقرير رائع امبارح عن ازاي تعبر الشارع، فضلت في نفس الشارع، بس المرة دي المسألة لم تقتصر على عبور الشارع في وسط الزحمة ووسط العربيات، ولكن استخدمت السكوتر وركبت السكوتر، وقالت لنا باختصار ايه هي حكاية السكوتر. نشوف مع بعض. عجلتان وذراعي قيادة تكسر بها تلك الفتيات جمود المجتمع وإشاراته الحمراء التي طالما تسلبهن ما يتمتع به الرجال دون قيد. ثلاث شقيقات ودراجة بخارية واحدة، كانت تلك البداية لتأسيس إيمان الشقيقة الكبرى لمجموعة تعليم الراغبات من الفتيات قيادة السكوتر. احنا من 4 سنين جات لنا الفكرة بتاع جيرلز جويلز. احنا ابتدينا الموضوع كاستخدام شخصي في الأول، وبعدين طبعا في الأول احنا اكتشفنا ان احنا الناس كتير هجمتنا طبعا على النت، وان دي احنا بنحاول نقلد حاجه بره. لا، هي القصه كلها ان احنا اكتشفنا قد ايه هو بيوفر في البنزين، وقد ايه هو سعره اقتصادي طبعا بمقارنه بالعربيات، بيوفر وقت كمان في المواصلات. فكانت وبما ان احنا ما لقيناش حد يساعدنا في التدريب وكده، فاحنا قررنا احنا 3 اخوات بنات ان احنا نساعد البنات ان هي يعني تشاركنا التجربه دي، وقد ايه هي ممتعه وجميله. في البيت في الاول طبعا ما كانوش موافقين، تمام، زي اي بيت مصري اللي هو ايه ده، لا مفيش بنات اصلا بتعمل كده، طب هاتوا لنا بنات بتعمل كده في الحقيقه، واحنا موافقين. كنوع من انواع التعجيز. كل منهن مرت بصراع عائلي قبل ان تخرج للشارع وتواجه نظرات الناس التي تحمل مزيجا ما بين الدهشه والاستهجان وبعض من التحرش. ايه ده، هي دي بنت؟ ايه ده، ايوه شبح. اسخف حاجه سمعتها ايه؟ ممكن لفه. دي كان ده اقصى يعني تحرش. كان يعني في الاول بنت، لا ولد، لا بنت، لا ولد، طب انت بنت ولا ولد؟ تمام. واحده واحده، لا انا بنت. اسبابهن لقياده السكوتر تختلف باختلاف الهدف، فمنهن من هي ام تقوده لتوصيل ابنائها للمدرسه. فريده 8 سنين باخدها ورايا، بنروح تمارين السباحه بالسكوتر. عاليه صغنونه شويه فباخدها قدامي، وبنروح بيه المدرسة كل يوم. وأخريات يتحدين به الزحام والمجتمع في آن واحد. ركبت السكوتر مسج أو رسالة عشان أقول للبنات كلها إحنا ممكن نركب سكوت، ممكن نركب عجل، ممكن نعمل أي حاجة، بلاش نفضل نقول أصلي ده قال، أصلي فلان عاد، أصلي طنط علانة مش هترضى. بسمة الشقيقة الصغرى تقود دراجتها الآن بمساعدة زوجها بعدما جمعهما حب قيادة الدراجات البخارية، وتعرف حين ساعدها في تصليح دراجتها. تشجيعه يدفعها للاستمرار رغم ما تراه من مضايقات. لما أنا بكسل، ولما أنا بأحبط، ولما أنا بيحصل لي نوع من خلاص بقى يعني المجتمع سخيف وبيقول حاجات سخيفة، هو من النوع اللي هو لا كملي، لا افضلي. دربت إيمان ما يقرب من 200 فتاة على قيادة السكوتر الذي يدخل مصر مستوردا من الصين، ويشهد إقبالا على شرائه لأسعاره المناسبة مقارنة بأسعار السيارات، وإقبال آخر على قيادته من قبل الفتيات والسيدات من مختلف الأعمار. هو ليس تحدي فقط لأسرهن ونظرة المارة لهن في الشارع، ولكنه إثبات على قدرة أي فتاة على فعل ما ترغبه طالما امتلكت الإرادة. هالة أنديل، رأي عام، مع عمرو عبد الحميد. سكوتر لكل فتاة في مصر.